ككل عام جديد تشهد المحلات التجارية ومساكن الإيجار في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ارتفاعا جنونيا في الإيجارات، مما يشكل عبئا جديدا على كاهل المستأجر الذي أصبح يعيش أوضاعا حياتية صعبة في ظل التدهور الاقتصادي القائم. الكثير من الأسر قررت المغادرة إلى خارج المدينة بعد أن باتت غير قادرة على مجاراة ارتفاع أسعار الإيجارات المستمر، خصوصا وأن أغلب المواطنين يعتمدون على أعمال خاصة التي بالكاد تلبي احتياجات الأسرة الأساسية. أنا خارج من الشقة هذه بسبب ارتفاع الإيجار، وأحاول أني أرجع البلاد أو أشوف لي مكان أبعد وأنقص وأرخص من هذا الشقة لأن كل شيء ارتفع. تحررت شبوة وعادت لتواكب الحياة الطبيعية، خصوصا في هذه المدينة التي أصبحت محط أنظار الجميع لما شهدته مؤخرا من طفرة تنموية واستقرار أمني، علاوة على استقبالها الآلاف من أبناء المحافظات الأخرى، بعضهم نازحون وآخرون يبحثون عن فرص عمل، وهو ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار وعلى وجه التحديد في جانب العقارات، إذ بات بعض أصحابها يتعاملون بالعملة الصعبة. أسباب ارتفاع الإيجارات بسبب الغلاء يا أخي، وانتم مطلعين احنا عايشين كلنا في اليمن، كل شيء زاد، البترول زاد، الايجارات علينا احنا كنفس صاحب عقار برضه مستاجر، برضه محروقات، برضه مواد غذائيه زياده، كل شيء غلى فيها. في ظل هذه المعاناه تسعى بعض الجهات المعنيه لوضع حلول، لكنها لم ترى النور حتى الان، وهو ما يضاعف من استمراريه عبث المؤجرين. نحن قمنا بتنسيق انا ومدير عام البنك باعمال مذكره للأخ المحافظ، واصدر الأخ المحافظ حفظه الله تعميم لا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية. الخطوة الثانية شكاوي على الارتفاع الجنوني للإيجارات. مع عدم وجود حلول سريعة وواضحة، لا يملك المستأجر المغلوب على أمره سوى الانتظار، لعل غدا يحمل انفراجة قريبة. عام جديد يستقبل المستأجرون هنا في مدينة عتق بزيادة مضاعفة للإيجارات، ما يفاقم من معاناتهم لا سيما مع تردي الوضع المعيشي الذي أثقل كاهل المواطن. ليبقى السؤال الأبرز هنا، هل ستقوم الجهات المعنية بدورها في وضع حد لجشع المستأجرين، أم أنها ستترك الناس فريسة لهم؟ أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.